بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم بي كرييتيف، قناه اللي هتساعدك انك تبقى جرافيك ويب ديزاينر. في الفيديو ده هنعرف ازاي مع بعض نعمل سيت اب لصفحه الهوم بيج في موقع الووردبريس، او لو حبيت ان انت تغير صفحه الهوم بيج خليتها مثلا صفحه السيرفيس، او في وقت من الاوقات عندك اوفر معين عايز الناس لما تفتح الويب سايت يفتح على صفحه الاوفر ديت. تعال نشوف مع بعض ازاي نعمل سيت اب لصفحه الهوم بيج في موقع الووردبريس، وكمان ازاي نعمل سيت اب للصفحات ونحدد صفحه البلوج بوست، يعني الصفحه اللي هيبقى اللي هي الديناميك اللي بيظهر فيها البوستس اللي احنا بننزلها، ازاي نحدد صفحه معينه وازاي نعمل بوستس مع بعض. يلا نبدا. في البدايه هدخل هنا على الموقع بتاعي بي كرييتيف اونلاين، وهبدا اول حاجه ادخل على ال wb-admin عشان ادخل على اداره الموقع. هاجي هنا من اليو ار ال واعمل سلاش wb-admin واضغط انتر. هيطلب مني اليوزر نيم والباسورد. بالفعل دخلني على الداشبورد الخاصه بنسخه الووردبريس اللي انا لسه مسطبها على الدومين اللي هو bcreativeonline.net. فهبدا ادخل من هنا وهبدا الاول اضيف صفحات. فهاجي هنا من بيجز واقول له اول بيجز، او اقول له اد نيو عشان اضيف صفحه للموقع بتاعي. طبعا بتظهر لي السكرين ديت اللي هي الخاصه بالبلوك اديتور اللي باي ديفولت موجود في الووردبريس. احنا طبعا هنعمل اكس هنا، وهبدا اضيف اول صفحه مثلا واسميها الهوم، وهاجي هنا مثلا اكتب هوم وابدا اعمل ببلش. ومن هنا ممكن اقول له فيو بيج. كده انا عملت اول صفحه اللي هي الهوم. هعمل صفحه تاني اقول له هنا اد نيو، واعمل صفحه مثلا اسمها اباوت، وبعد كده اقول له برضه هنا هكتب فيها بس اباوت اس، واعمل ببلش تاني. يبقى كده انا عندي صفحتين في الموقع اللي هي الهوم والاباوت اس. هرجع بقى هنا لفيزيت فيو بيجز، هعمل صفحه كمان اخلي فيها البوستس، يبقى هي البلوج بوست بتاعتي، فهسميها طبعا بلوج. هقول له هنا اد نيو، وهضيف صفحه للبلوج عشان تبقى هي دي صفحه المدونه، هسميها بلوج، وهنا هسيبها مش هكتب فيها اي حاجه، وهقول له هنا ببلش، واقول له ببلش على اساس ان الصفحه دي هتبقى هي اللي هيبقى فيها البوستس اللي موجود عندي في الموقع. كده انا عملت 3 صفحات، الهوم والاباوت والبلوج. طبعا هخلي البلوج للبوستس بتاعتي. فهاجي بقى هنا من الجزء الخاص بالابيرنس، واجي هنا على المنيو عشان اعمل منيو تظهر في الطب الخاص بالويب سايت. في الهيدر هيبقى فيها الـ3 لينكات ديت. هاجي من هنا واقول له اد نيو، هعمل الاول منيو جديده هسميها مثلا المين منيو، هسميها مين، وهبدا اقول له هنا كرييت منيو. طبعا انت بتنشئ المنيو الاول وبعد كده بتضيف الصفحات فيها. بعد ما ضفت المنيو هنا وخلاص وتم انشائها، هاجي من الجزء اللي على الشمال هنا هلاقي فيه بيجز زي ما انتم شايفين. هضيف هنا صفحه البلوج اللي انا عملتها، وصفحه الاباوت، وصفحه الهوم، واقول له هنا اد تو منيو. بعد كده اعمل سيف للمنيو. هبدا ادخل بقى عشان هنا احدد الصفحه الرئيسيه بتاعتي للموقع. هاجي هنا من الجزء الخاص بالسيتنج وادخل على الريدنج. بمجرد ما دخلت على الريدنج سيتنج هلاقي هنا موجود يور هوم بيج ديسبلاي، يعني الصفحه الرئيسيه بتاعتك بتعرض ايه. بتعرض هنا الليتست بوست اللي هي اخر البوستات اللي عندي. طبعا انا لسه ما ضفتش بوست، هنضيف دلوقتي بوست او اتنين، بس انا هنا هقول له انها تبقى ستاتيك بيج، يعني صفحه ثابته. الصفحه الثابته ديت اللي هي الهوم بيج، هقول له سيلكت واضغط هنا واختار الهوم، واجي هنا في البوست بيج اختار طبعا صفحه البلوج اللي انا عملتها. طبعا هنا بيقول لي ان هيظهر مثلا 10 بوستس بير بيج، يعني في الصفحه الواحده هيظهر 10 بوستات. واجي من هنا واقول له سيف تشينجز. هاجي هنا من ماي سايت واختار ان انا اشوف الموقع بتاعي. هعمل بس رايت كليك عشان يظهر في نيو تاب. بالفعل هنا حط لي اللينكات بتاعتي اهو. لو ضغطت على الاباوت اس هيوديني لصفحه الاباوت، ولو ضغطت على البلوج هيوديني لصفحه البلوج بوست اللي هي اللي فيها البوستس بتاعتي. وزي ما انتم شايفين هنا عارض البوست الوحيد اللي موجود اللي هو الوورد بريس بيحطه باي ديفولت اللي هو هلو وورلد. ولو ضغطت هنا على صفحه الهوم هيوديني للصفحه الرئيسيه، وطبعا الصفحه الرئيسيه ما بيبقاش هنا في سلاش اسم الصفحه، بيظهر على طول الدومين الخاص بي. يعني انا لو ضغطت هنا على اباوت اس هلاقي هنا ان bcreativeonline.net سلاش اسم الصفحه، لكن لو ضغطت على الهوم مش هيبقى فيه سلاش ويكتب لي هوم، لا هو باي ديفولت هيحط لي الدومين بس. طيب لو انا بقى عايز بقى اخلي الاباوت اس هي الصفحه الرئيسيه، هاجي هنا من الريدنج وهاجي هنا من الهوم بيج واختار صفحه زي الاباوت اس، وبعد كده هنزل اهم حاجه واقول له ببلش او سيف تشينجز.
هاجي هنا هضغط على البي كرياتيف اونلاين اللي هو المفروض اللوجو، فانا كده المفروض اهو البي كرياتيف اونلاين دوت نت بقى دلوقتي بيشاور على صفحه الاباوت اس، بقت هي الصفحه الرئيسيه. ولو ضغطت على هوم هيديني فوق هنا اسم الدومين سلاش اسم الصفحه، لانه اعتبر ان الهوم هنا صفحه عاديه جدا في الموقع، مش هي الاندكس او هي الصفحه الرئيسيه. وبالتالي لما اضغط على اباوت اس هيوديني للهوم بيج اللي هي الدومين بتاعي زي ما انتم شايفين بمنتهى السهوله. طيب دلوقتي تعالوا نشوف ان احنا ازاي نضيف بوستس وتتضاف في صفحه البلوج، واخلي البلوج هي الصفحه الرئيسيه بدل من الاباوت اس. هنيجي هنا الاول نضيف بوست واحد بس، هنا هاجي على بوستس واضغط هنا بسرعه على اد نيو، هكتب مثلا هنا نيو بوست، واجي اكتب هنا مثلا ده تيست بوست، وممكن اجي هنا من علامه البلس واضيف مثلا بلوج، واكتب مثلا هنا مثلا هختار مثلا ايمج، فهضغط هنا على الايمج واقول له ابلود، واجي هنا على داونلود اختار اي صوره مثلا ولتكن الصوره ديت واقول له اوبن، واجي هنا اعمل ببلش. بعد كده اروح تاني لصفحه السيتنج الخاصه بالريدنج، اجي هنا من سيتنج وادخل على الريدنج، واخلي الصفحه الرئيسيه هي البلوج، بس ده عن طريق ان انا هنا بدل ما اختار ستاتيك بيج هختار يور ليتست بوست، وانزل تحت هنا واقول له سيف تشينجز، واجي هنا اضغط تاني على اللوجو الخاص بيا اهو، تمام فتح لي هنا الصفحه الرئيسيه، بقت هي اللي بتعرض الليتست بوست اهو، اخر بوست انا نزلته اللي هو نيو بوست، وكتبت فيه هنا تيست بوست وحطيت فيه صوره مباشره. وهنزل تاني هشوف بقى بعد كده البوست اللي هو القديم اللي هو هلو وورلد، بقت هي دي الصفحه الرئيسيه بتاعتي اللي هي الخاصه بالبلوج. اتمنى الدرس يكون بسيط وسهل، وطبعا الموضوع ده بيبقى مهم جدا لانك بعد فتره طويله ممكن تكون بتشتغل على مواقع ووردبريس ونسيت ازاي تخلي الهوم بيج بتاعتك صفحه معينه، او لو انت احتجت ان انت تغير الهوم بيج وتخليها اي صفحه موجوده عندك، او حبيت العميل طلب منك انه عايز يعرض الليتست بوست في الصفحه الرئيسيه. اتمنى الدرس يكون بسيط وسهل، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى ان انت تدخل وتعمل سبسكرايب، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تضغط لايك. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.